باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومعك أيضا. أيها الإخوة والأخوات، اليوم هو 50 بعد عيد القيامة، ونحتفل مع الكنيسة بالعنصرة ذكرى حلول الروح القدس على التلاميذ في علية صهيون، لنهيئ قلوبنا، لأنه باحتفالنا بالعنصرة نحن نجدد مواهب الروح القدس فينا، وكم نحن بحاجة إليها. فلنندم على خطايانا، طالبين من الروح القدس أن يملأنا بمواهبه. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.
نصلي. اللهم يا من تقدس بسر العنصرة كنيستك المنتشرة في كل مكان وعند كل أمة، أفض مواهب الروح القدس في الأرض كلها، وجدد ما أجرته نعمتك من آيات في بدء الكرازة الإنجيلية، وواصله في قلوب المؤمنين أجمعين بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دويا كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. وكان يقيم في أورشليم يهود أتقياء أتوا من كل أمة تحت السماء، فلما انطلق ذلك الصوت تجمهر الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده، فدهشوا وتعجبوا وقالوا: أليس هؤلاء المتكلمون جليليين بأجمعهم؟ فكيف يسمعهم كل منا بلغة بلده بين البريئيين وماديين وعلمانيين وسكان الجزيرة بين النهرين واليهودية وكابادوكيا وبونتوس وآسيا وفريجيا وبامفيليا ومصر ونواحي ليبيا المتاخمة لقيريين ورومانيين مقيمون هنا من يهود ودخلاء وكريتيين وعرب، فإننا نسمعهم يحدثون بعجائب الله بلغتنا. كلام الرب. وجدد وجه الأرض. ألا مجدي يا نفسي المولى. أيها الرب إلهي إنك عظيم جدا. أيها الرب ما أكثر أعمالك، والأرض ملأ بمخلوقاتك. وإلى ترابها ترجع، ترسل روحك فتخلق جديدا ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك أيها المسير فيتجدد وجه الأرض. ليدم مجد الرب مدى الأجيال، وليسر المولى بما أتى من أعمال، راجياً أن يكون عن نشيدي راضياً، وإني سأظل بالمولى مسروراً. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة،
لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهام من الروح القدس. إن المواهب على أنواع، وأما الروح فواحد، وإن الخدمات على أنواع، وأما الرب فواحد، وإن الأعمال على أنواع، وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فواحد. كل واحد يتلقى ما يظهر الروح لأجل الخير العام. وكما أن جسد واحداً وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسداً واحداً، فكذلك المسيح، فإننا قبلنا المعمودية جميعاً في روح واحد لنكون جسداً واحداً، أيهوداً كنا أم يونانيين، عبيداً أم أحراراً، وشربنا من روح واحد. كلام الرب. شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان، وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لتلاميذه: متى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن الآب، روح الحق المنبثق من الآب، فهو يشهد لي، وأنتم أيضاً تشهدون لأنكم معي منذ بدء الأمر. لا يزال عندي أشياء كثيرة أقولها لكم، ولكنكم لا تطيقون الآن حملها. فمتى جاء هو، أي روح الحق، أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. جميع ما هو للآب فهو لي، ولذلك قلت لكم يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. كلام الرب.
أيها الإخوة والأخوات والأبناء الأعزاء، نحن اليوم في اليوم 50 بعد قيامة الرب من بين الأموات، ونحتفل بعيد العنصرة، أي حلول الروح القدس على التلاميذ المجتمعين في علية صهيون مع مريم العذراء أم يسوع. الأمر الذي أحدث منعطفاً حاسماً في تاريخ العالم، نعم العنصرة هو حدث تاريخي روحي بامتياز. ونتساءل، هل نحن اليوم بحاجة إلى عنصرة جديدة؟ وهل هذه العنصرة الجديدة ممكنة؟ ولكي نعرف ما يمكن أن تحدثه عنصرة جديدة في العالم وفينا، لنتذكر أحوال الرسل قبل العنصرة ثم ما صاروا عليه بعدها. كانوا مذعورين مرتجفين، فبعد أن مات معلمهم صلباً كان في أي لحظة يمكن أن تطبق عليهم كماشة الاضطهاد والموت، فليس التلميذ خيراً من معلمه. كانوا أيضاً بعيدين كل البعد عن فهم مضمون الرسالة الإنجيلية، ولا يحسنون التعليم والتبشير. وكم مرة وصفهم المعلم بأنهم بطيئو الفهم والإدراك لما جاء في الكتب. كانوا أيضاً منقسمين على أنفسهم ويتنافسون على المناصب الدنيوية في مملكة المسيح الآتية التي أساءوا فهمها. وبعد أن فشلت أحلامهم وأمالهم وتطلعاتهم السياسية، ها هم يفكرون بالرجوع إلى بيوتهم وعائلاتهم لتصبح الرسالة الإنجيلية في خبر كانا. وفجأة وفي اليوم 50 حل عليهم الروح القدس الذي ملأ المسكونة، فحولهم إلى نقيض ما كانوا عليه. ماذا صار لهم؟ نبذوا الخوف، خرجوا من قوقعتهم إلى المدينة التي كانت تعج بالحجاج، بشروا بيسوع الذي مات وقام وغفر الخطايا، وفي ذلك اليوم نجحوا في أن يعمدوا 3000 شخص في يوم واحد. وصار بطرس والرسل، وهذه ظاهرة فريدة من نوعها، صاروا يتكلمون بلغات العالم كله، بلغات الحجاج المتواجدون في القدس بمناسبة الفصح والعنصرة، لأن الروح القدس ملأهم بالعلم ومعرفة اللغات حتى تنتشر الرسالة في كل أصقاع الأرض. ولنفهم موهبة اللغات، بدي أذكركم بقصة قديمة وردت في العهد القديم، قصة بابل التي هي مزيج من التاريخ والأسطورة. كانت البشرية في ذلك العصر تدعي الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى الله، وهذه تجربة دائمة، تجربة الإنسان الذي يريد أن ينصب نفسه إلهاً على الكون وأن يبعد ويقصي الإله الحقيقي، كل ذلك من باب الكبرياء والتعالي. هذه الكبرياء التي هي أساس وجذر كل الخطايا. أراد إذن بعضهم أن يبني برجاً يرتفع إلى السماء. بدأوا ولم ينجحوا لأن الله تدخل وبلبل ألسنتهم ولم يعودوا يتفاهمون. وعكس بابل العنصرة. العنصرة وهي حدث تاريخي وروحي، هي نقيض بابل، لأن الكنيسة يوم العنصرة واليوم تتكلم كل لغات العالم. نعم الإنجيل مترجم ب2200 لغة. اليوم يحتفل بالقدديس
في كل لغات العالم، لأن الروح القدس منذ يوم العنصرة أعطانا هذه الموهبة، ولا سيما لغة المحبة، وبها تدخل البشرى السارة قلوب البشر. أيها الإخوة والأخوات، لم يخش بطرس والرسل الاضطهاد والسجن والتهديد، وكان الروح القدس يساندهم. فحين كان بطرس يمشي كان ظله كافياً للشفاء المرضى الذين يمر بالقرب منهم. هذا الروح القدس هو نفسه الذي يجدد اليوم مواهبه ومآثره فينا. هذا الروح لا يكرر حرفياً مآثر الماضي، لأنه روح مجدد، روح محدث مبتكر، ويسعى لسد حاجاتنا الروحية وفقاً لظروف الزمان والمكان. هو نفسه الروح القدس الذي ألهم مجمع القدس الأول المسكوني سنة 51، فحلت مشكلة كبرى، مشكلة المتنصرين من الأوثان، وتم إعفاؤهم من الممارسات اليهودية. وهذا الروح عينه هو اللي ألهم المجامع المسكونية، وهو الذي ألهم المجمع الفاتيكان الثاني وجدد الكنيسة في وسط القرن العشرين. إخوتي وأخواتي، البشرية اليوم في منعطف خطير من تاريخها، تعيش الخوف من المستقبل، اقتصاد الدول في تراجع، وعائلات كثيرة صارت على شفير الهاوية. من ناحية أخرى، ما زالت البشرية بعيدة عن الله، ويتصرف الكثيرون من الناس وكأن الله غير موجود. أضيف إلى ذلك الانقسامات الموجودة على كل المستويات، داخل العائلة نفسها، داخل المجتمع الصغير والكبير، داخل الرعية الواحدة، في المدينة، في البلد، في الوطن، بين الدول، وعلى المستوى العالمي. لذا العالم كله بحاجة إلى عنصرة جديدة تغير وجه الأرض وتجعل البشر أكثر تضامناً وأكثر مقاسمةً لخيرات الأرض وأقل عدوانية. البشرية بحاجة إلى تجدد، فقد بلغت شأواً كبيراً من التطور التقني والتسلح والتواصل، ولكن أخلاقيات التعامل الإنساني، الأخلاق، لم تواكب ذلك التطور العلمي. هذا الروح القدس يريد أن يجدد وجه الأرض، ويريد أن يجددني أنا شخصياً، فكيف يتغير العالم حولي إن لم أتغير أنا؟ يريد أن يجددني شخصياً عندما أصغي لإلهاماته، فأثمر في حياتي ثمار الفرح والمحبة والسلام واللطف والوداعة والصفح والعفاف والصبر والإيمان، كما ذكرها القديس بولس في رسالته إلى أهل غلاطية. أيها الإخوة الأحباء، أكثر شخص نال مواهب الروح القدس واستثمرها هي أمنا العذراء. انقادت لإلهامات الروح حتى صارت تحفة جميلة وآية من آياته ومفخرة للبشرية كلها. بقوته كانت ممتلئة نعمة، وبقوته صبرت على الشدائد، لا سيما لدى آلامي وموتي ودفني وحيدها. اليوم نلتجئ إليها بثقة، هي التي كانت حاضرة مع التلاميذ يوم العنصرة، جمعتهم ووحدتهم. اليوم نلتجئ إليها ونقول لها: تدخلي يا أمنا وتشفعي لأجلنا لدى ابنك، لك دل عليه، وشفاعتك لا ترد ولا ترد إنسانا خائبا. قولي لها له: البشرية لم يبقى عندها خمر، والخمر لا شيء بالنسبة لما ينقصنا اليوم. قولي له: البشرية لم يبقى عندها خمر ولا صبر ولا رجاء ولا أمل في شفاء. كانت البشرية تخشى المرض والموت
واليوم أضحت تشكو الفقر والجوع. يا أمنا نرفع أيدينا مستغيثين، أنت عروس الروح وأم الفادي وابنة الآب وباب السماء وملجأ الخطأ وفخر البشرية والمحامي عنها، فحامي عنا اليوم ودائما، آمين. نؤمن بإله واحد، آمين، الكل خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس القنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء يلقيه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الدائمة. أيها الإخوة والأخوات، لنرفع صلواتنا المتواضعة إلى عرش النعمة، لأن الله وعد بأن يستجيب لنا. من أجل أن يجعلنا الرب شركاء الرسل في عنصرتهم ورسالتهم إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يكون جوابنا الفوري على عنصرة المسيح أن نشهد مدى الحياة للمسيح وكلمته، ونحن أشداء بعنصرته إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نكون بين الناس دعاة مودة وسلام إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نشرك الآخرين بكل وسيلة فيما أتانا الله من نعمة ونور إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل ألا يردنا عن رسالتنا لا سجن ولا قيد ولا سيف ولا نار إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أدعوكم أن تصلوا اليوم لأجل فضائية نرسات وموقع نرسات في الأردن بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاقتها، كي تستمر هذه الفضائية وهذا الموقع لنشر الروحانية الإنجيلية في العالم كله وخصوصاً باللغة العربية. نصلي من أجل هذه الفضائية وهذا الموقع والقائمين عليه. إلى الرب نطلب. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك التي نرفعها إليك واثقين بالمسيح ربنا. آمين. الروح يجمعنا، صفحة 318. Hallelujah, Hallelujah.
صلوا يا الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. إياك نسأل يا رب بحق وعد ابنك الوحيد أن يكشف الروح القدس لنا عن غنى هذه الذبيحة الفريدة ويرشدنا إلى الحق كله بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. يا من أنجزت سر الفصح العظيم إذ أفضت اليوم على الذين تبنيتهم في المسيح روحك القدوس المحيي، هو الروح الذي نراه منذ بدء الكنيسة الناشئة يعرف جميع الشعوب بالإله الحق الحي الواحد ويجمعهم على إعلان الإيمان الواحد في مختلف الألسنة. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر اللهم كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمان المحبة، مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين وشعبك بأسره. اذكر يا رب عبيدك ميخائيل عودة عفيفة المصري،
صالح فليفل، ميليا حزين، يوسف وريتا ومي وراندي وويليام وأسعد فليفل ويعقوب عاقلة، عصام وميخائيل نفاع، فضية نفاع، شهلة المنور، جميل سلمى، سلام سليمان، تادروس، سهيل الطوال، أنطون الياس وجنيد تسعواق، جميل خوري، بديع تسعواق، عيسى عبده، درر السعيد، فارس الريادي، يارا صداح، زكية درزي، مارين مالو، فرج دنو، فهاب نهاب، سيسيل جاني، ميخائيل وعودة وعفيفة ونوال المصري، سمعان البوري، نوري وجولي ووداد الزعمط، سلامة وراء التادروس، ياروسلاف وإيفان وأنا فيتاليك. وهب لمن كانوا شبهين بابنك في موته أن يكونوا به شبهين في قيامته أيضاً. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول واردة الإله، والقديس يوسف خطي بها العفيف، ومع رسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن أيها الإخوة لنرفع إلى الآب الصلاة التي علمنا إياها يسوع، وبها نلتمس غفران خطايانا، ولنقل: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً. دائماً. بالإنحناء تبادلوا سلام المسيح. وذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن كل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. جسد المسيح. آمين.
هيا روح الخالق صفحة 316
لنصلي. اللهم يا من تسبغ على كنيستك عطايا السماء، صن فينا نعمتك فيكون الروح القدس قوتنا في كل حين، ويستمر هذا الغذاء الروحي قوة لخلاصنا الأبدي بالمسيح ربنا، آمين. بعد شوي رح نرتل ترتيلة حني علينا مريم، بينما نبخر تمثال سيدتنا مريم العذراء. اليوم إذاعة فضائية نورسات قداسنا، مشكورين طبعاً، ومنا نبدأ بانطلاقة الموقع الجديد، فرحين يجيبوا لي اللابتوب هون على الهيكل، نضغط على الزر لإطلاقة هذا الموقع الجديد لنورسات. بعدين نعطي التنبيهات الأسبوعية، بعدين ننهي القداس. حني علينا مريم. بمناسبة عيد العنصرة أراد موقع نورسات أن يطلق الموقع الجديد المحدث اليوم، فنكبس على الزر. وبهذه المناسبة بدنا نشكر هذا الموقع والقائمين عليه لكل الخير اللي بيعملوه واللي عملوه، خصوصا في الفترة اللي كان فيها حظر على الكنائس، كان الكل بث. الرب معكم وروحك أيضا، ليكن اسم الرب مباركا من الآن إلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن
والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.